السلام عليكم. اذا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ما تنساش انك تشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلك الجديد ديال الفيديوهات ودعمنا بلي لايك. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفوا موعد استصدار النتائج اولا بيانات النقط للتلاميذ بالنسبه للتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والثانوي. نبداو بالتعليم الابتدائي اللي غادي يكون اجراء اخر فروض المراقبه المستمره ما بين 12 و16 يناير يعني هاد النهار، وغيكون مسك نقط اخر فروض المراقبه المستمره ما بين 14 و19 يناير، وغيكون استصدار النتائج اولا بيانات النقط عبر منظومه مسار ابتداء من 22 يناير 2021. أما بالتعليم الثانوي الإعدادي فغادي يكون إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 12 و16 يناير يعني هاد النهار، ويكون مسك نقط آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 14 و19، وغادي يكون استصدار النتائج أو بيانات النقط عبر منظومة مسار ابتداء من 22 يناير. أما بخصوص التعليم الثانوي التأهيلي فغادي يكون إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 14 و19 يناير، ويكون مسك نقط آخر فروض المراقبة المستمرة ما بين 15 و20 يناير، وغادي يكون استصدار بيانات النقط عبر منظومة مسار ابتداء من 22 يناير 2021.